الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى أولا وآخرا، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على الانضمام إلى رهط خير الناس، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن لا يقتصر فقط على تعليم وتعلم ألفاظه وطريقة قراءته، بل ينتظم ذلك جميع ما يكون بياناً وإيضاحاً لمعاني القرآن وما جاء به من شريعة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين رب العالمين. لهذا كل من طلب علماً واشتغل بتعليمه فهو من خير الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه غبطة كبرى لمن أدرك حجم ما فاز به، فإن خير الناس هم الذين يشتغلون بفقه كلام الله وكلام رسوله، وهو الذي به ترتفع المقادير وتعلو به المنازل، ويدرك الإنسان من سبق ويسبق من ابتدأ معه. فالناس في سيرهم إلى الله جل وعلا يسيرون بعلومهم وليس بأبدانهم، والعلوم مقرها القلب. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: والسفر إلى الله تعالى ليس بسير الأقدام، إنما هو بسير القلوب، والقلوب إنما تسير بالوقود الذي يبلغها الغاية، وذلك بالعلم. فالعلم خير ما اشتغل به الناس. في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يمن عليه بفهم هذا الدين. وفهم الدين إنما يكون بفهم الكتاب والسنة، بفهم مصادره. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يجتهد طاقته وأن يبذل وسعه في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله، فإن من فتح له في فهم كلام الله وكلام رسوله فقد أدرك العلم. وذلك أن العلم ليس بكثرة المعارف وتنوع المحفوظات وتلون المقروءات، إنما هو بالفقه والعلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم في الغاية والعلو في هذه الأمة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية إنما كانت خيرية علم وعمل، إنما كانت خيرية فقه وترجمة لهذا الفقه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وإنما تميز الصحابة رضي الله عنهم عن سائر طبقات الأمة، تميزوا بفقههم لكلام الله تعالى وكلام رسوله. ولهذا ينبغي العناية وبذل الجهد في فهم كلام الله وكلام رسوله. وإن الجهود تبذل والأموال تصرف والأوقات تفنى في أشياء كثيرة مما يسمى علما، لكن البصير يدرك أن العلم الحقيقي الذي يثمر ذكاء وصلاحا
ويبلغ الإنسان المراتب ويسوقه إلى أعلى الدرجات ويدخله في زمرة السابقين والسابقون السابقون، إنما هو الفقه بكلام الله تعالى وكلام رسوله الذي يثمر عملا وينتج صلاحا واستقامة في السلوك. ولهذا كان السلف يركزون على هذا المعنى وهو التفهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، والحديث الصحيح، إني لأقرأ القرآن، إني لأقرأ المفصل في ركعة من قاف أو من الحجرات إلى الناس في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، يعني تقرأه على هذه الصفة، تهده كما يهد الشعراء أبياتهم التي نظموها دون وقوف ولا تأمل ولا تفهم ولا تحريك للقلب بهذا المقروء؟ هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس له تأثير على قلوبهم، حده مخارج الحروف فقط وليس له أثر. ولذلك يقول: ولكن ما وقع في القلب فرسخ نفع. هذا الفقه الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي نفقده في كثير من علومنا وكثير من قراءاتنا ومطالعاتنا وكثير من جهودنا. لا شك أن الإنسان ما دام باذلا جهده في تعلم العلم فهو على خير إن شاء الله تعالى. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن شتان بين من يتعلم العلم فيكون حجة له ونورا يضيء به السبيل ويهدي به إلى الطريق القويم، وبين من يتعلم العلوم ليجمعها ويستكثر منها، وهذا لا يفيد. كما قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. الله أكبر، فقه عظيم يفتقده كثير من القارئين والدارسين. ولذلك كيف بكم إذا قل فقهاؤكم وكثر قراءكم؟ هذا ما يكون في آخر الزمان من كثرة القراء وقلة الفقهاء. هذه المقدمة يا إخواني ليست مقدمة وعظية خالصة، وهي وإن كانت في غاية الضرورة والحاجة أن نعظ أنفسنا لنتدبر ونتفهم، لكن هذا له صلة وثيقة بموضوع درسنا في هذه المجالس التي تبتدئ بفجر هذا اليوم في الدورة العلمية 15 بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة في مكة شرفها الله. وذلك أن موضوع درسنا هو أصول المعاملات، ولما نقول أصول المعاملات نفهم أنه لن نبحث في تفاصيل المعاملات، فلن نبحث في أحكام البيع وما يتصل به، ولا في أحكام الإجارة وما يتعلق بها، ولا في أنواع الشركات وما يندرج تحت ذلك، إنما سنبحث في الأصول. والأصول جمع أصل، والأصل في كلام العرب يطلق على ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وبهذا نفهم أن بحثنا في هذا الدرس إنما هو في ما يبنى عليه باب المعاملات، ما يبنى عليه باب المعاملات، يعني ما هي القواعد والأسس والضوابط التي يبنى عليها هذا الباب وهو باب المعاملات. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه المجالس. وإنما قدمنا بما قدمنا من الكلام عن أهمية الفقه لأن الأصول من ضبطها ضبط الفقه، ومن أدركها حصل العلم الكلي الذي يندرج تحته من المسائل ما لا حصر له ولا منتهى. فالعلم بالقواعد والضوابط ينظم لك شوارد المسائل وأفرادها وشواذها
ويجعلك في منزلة من القدرة والملكة والفقه أن تجيب على ما لم تطلع عليه من المسائل السابقة وما يجد من المسائل الحادثة. وذلك أن العناية بالأصول تكسب المعتني بها الطالب أو العالم، تكسبه قوة في الجواب عما يجد من المسائل. لماذا؟ لأنه ينطلق من أصل القاعدة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أهمية هذا بما أنعم الله تعالى به عليه، فقال أوتيت خمسا أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وكان من جملة ما خص به صلى الله عليه وسلم أن أعطي جوامع الكلم. جوامع الكلم أي الكلمات التي تجمع أصولا منتثرة وصورا لا حصر لها. ولهذا هناك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمل لا يخلو منها باب من أبواب العلم. من ذلك على سبيل المثال ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا من الجوامع الكلية التي لا يخلو منها باب من أبواب العلم ولا يخلو منها باب من أبواب العمل. وعناية طالب العلم بهذه القواعد وبهذه الأصول يفتح له أبوابا من الفقه ليست له على بال. هذا من جهة، وهي ما ذكرناه من أنه يستطيع الجواب على ما لم يطلع عليه من المسائل القديمة الواقعة التي وقعت، وأيضا من المسائل الحادثة المستجدة التي ليس للمتقدمين فيها كلام. لماذا؟ لأن عنده قاعدة وعنده أصل ينطلق منه، ويستطيع أن يفعل هذا الأصل بالنظر إلى ما يجد من المسائل وما يحدث من النوازل. أما ذاك الذي اعتنى بأفراد المسائل حفظا وفهما دون عناية بالقواعد والضوابط والأصول سيفتقد شيئا كثيرا، لأن العلم في أفراده لا حصر له. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لن يتمكن من الإجابة على ما يجد من المسائل، لأنه ما عنده قدرة على تفهم تلك المسائل وإرجاعها إلى أصولها التي تبنى عليها أو قواعدها التي تندرج تحتها. لهذا من الضروري لطالب العلم أن يعتني بالأصول. ومن فوائد العناية بالأصول أيضا إضافة إلى ما تقدم، من فوائد العناية بالأصول والقواعد والضوابط في أبواب العلم كلها أن طالب العلم يختصر مسافات زمانية ويختصر قراءات مطولة لضبطه أصولا، أيضا يتخلص من تعقيدات ليست في عصره، إضافة للاختصار يتخلص من تعقيدات ليست في عصره، فليس بحاجة إلى أن يدرك ما كان من النوازل في القرن الثالث الرابع العاشر ليستطيع أن يصل إلى حكم النوازل الجديدة. ولهذا من المهم لطالب العلم أن يعتني بالأصول ليتمكن من اختصار مدة العلم. العلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قصير، وبالتالي فلابد من البداية بالأهم فالمهم. والبداية بالأهم، أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به مسألة التأصيل والتقعيد. ولما نقول الأصول ونقول القواعد القواعد أو الضوابط لا نعني بذلك أصول الفقه ولا نعني بذلك القواعد الفقهية، إنما نعني بذلك أن يعتني الطالب في كل باب علمي يقرأه بقواعد
الباب وأصوله التي يبنى عليها. ما فيه باب من أبواب العلم إلا وله قواعد تختلف هذه القواعد والأصول كثرة وقلة بحسب الأبواب. فعلى سبيل المثال العبادات القواعد فيها قليلة محدودة. لماذا؟ لأن بناء العبادات على النصوص على التوقيف، ولهذا في كل جزئية من العبادات لا بد من نص. وضع يدك وأنت قائم فيه نص، أين تضع يدك وأنت ساجد فيه نص، أين تضع يدك بين السجدتين فيه نص، ماذا تقول وأنت قائم وقاعد فيه نص، وهلم جر. كل ذلك مبني على النصوص، لكن في أبواب المعاملات النصوص قليلة، والحكمة من قلة النصوص إحكام الشريعة وإتقان الشريعة. فالشريعة جاءت محكمة، يقول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إحكام الآيات يظهر في كونها لم تأتي في باب المعاملات مفصلة تفصيلا يستوعب الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أنه الحوادث لا حصر لها في باب المعاملات، ولذلك ما يجد للناس في باب المعاملات ليس شيئا يمكن حصره ولا شيئا يمكن أن يدرك بأفراد النصوص. بل لو غطت النصوص الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث من النوازل والمستجدات والوقائع في باب المعاملات شيء لا حصر له ولا يمكن أن يدركه نصوص تفصيلية. لهذا باب المعاملات بناؤه على القواعد وعلى الأصول، ولذلك جاء الكلام فيه مجملا جوامع كلم عليها يبنى هذا الباب. وإشكالية باب المعاملات أن كثيرا من طلبة العلم لا يبذلون جهدا في فهم هذه القواعد، إنما يبذلون جهودا في فهم كلام الفقهاء في المدونات الفقهية، وبالتالي يعيشون في غير عصرهم ويبذلون جهودا في فهم مسائل وصور ليست موجودة في زمانهم. فإذا أنهى طالب العلم تلك الأبواب الفقهية في باب المعاملات وخرج إلى واقع معاملة الناس وجد أن ما قرأه ليس له في حياة الناس وجود، إما لا وجود له بالكلية وإما أن لا يكون له وجود بالصورة، لأنه اختلفت الصور وتعدلت المعاملات بحيث أصبح الأمر على خلاف ما قرأ وعلى خلاف ما درس. وهذه إشكالية في كون الطالب في باب المعاملات يقتصر على المدونات الفقهية، فيقرأ مثلا زاد المستقنع عند الحنابلة أو مختصر خليل عند المالكية أو متن أبي شجاع عند الشافعية أو القدوري عند الحنفية، ثم يخرج ولا يجد شيئا مما درسه في حياة الناس، ويجد في الواقع مسائل كثيرة جدا. في كل يوم تحدث مسألة وصورة جديدة في باب المعاملات لا يجد لها ذكرا في كلام العلماء المتقدمين، فلا يجد مثلا المرابحة للآمر بالشراء بهذا الاسم. المرابحة عند الفقهاء تختلف عن المرابحة عند أصحاب المعاملات المعاصرة. لا يجد الإيجار المنتهي بالتمليك، لا يجد البطاقات الائتمانية، لا يجد مسائل التخفيض، لا يجد وسائل الترويج والتسويق الحديثة. ففي جميع المعاملات وفي جميع أبواب الفقه يجد أن هناك كم كبير من هذه المسائل ليس لها ذكر في كلام العلماء المتقدم، وبالتالي ماذا يكون؟ يقف عاجزا يقول لا أدري ما أعرف.
الحقيقة هو لم يبذل جهدا ليدري ولم يبذل جهدا ليعرف، إنما يكون عالما عارفا إذا بذل جهدا يؤدي إلى النتيجة. يعني الذي يريد أن يفهم المعاملات ويفتي فيها أو يبين للناس الأحكام أو يعرف لنفسه يعني ما الأحكام، لن يتمكن من خلال قراءة المغني، ولن يدرك ذلك من خلال الكتاب المجموع، مع أنهما من الأسفار والمدونات الفقهية الكبرى التي تحكي الخلاف العالي بدليلها ومناقشاته، لكن لن تفيده في معرفة الجواب على النوازل الفقهية في باب المعاملة. لذلك من الضروري لطالب العلم أن يعتني في أول ما يعتني به ليدرك فهما للمعاملات وجوابا عن النوازل والمستجدات أن يعتني بالأصول، يصرف وقتا كافيا في الأصول. بعد ذلك إذا أدرك الأصول لابد أن يدرب نفسه على تطبيقات هذه الأصول، وهذه التطبيقات يجدها في كلام العلماء في المدونات الفقهية القديمة وأيضا في المؤلفات الفقهية الحديثة، هذه بمثابة التطبيقات لتلك الأصول. وعلى قدر استحضار الإنسان واستصحابه لتلك الأصول يتمكن من إيش؟ من فهم أحكام، من فهم المعاملات وفهم الأحكام المناسبة لها، لأنه سيرجع تلك إلى أصولها، فيرجع ما يتعلق بالربا إلى قواعد الربا، ما يتعلق بالغرر إلى قواعد الغرر، ما يتعلق بالاحتكار إلى قواعد الاحتكار، ما يتعلق بالتدليس وما إلى ذلك إلى قواعد التغرير والتدليس، وهلم جر، وتنحل تلك العقد الملتبسة وتتضح له معالم ما يدرس. لكن إذا اقتصر فقط على التأصيل دون النزول إلى الواقع بالمراس والتدريب يفقد القدرة أيضا على الجواب عن المسائل الحادثة، ولا يتمكن لأنه ما هو مدرب، ما عنده تدريب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمدونات الفقهية، لكن اعتناء عن اعتناء يختلف. أنا أذكر لكم مثالا تطبيقيا كنا نمارسه مع شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في كتاب، في عدة كتب ومنها كتاب الكافي. كان يقرأ رحمه الله الكتاب ويقول مثلا في فصل يمكن يتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات، يقرأ الطالب عليه أول الفصل ثم يقول ما يتعلق بهذا الفصل من أصل، ما يتصل بهذا الفصل من ضابط أو قاعدة، يقول هذا الفصل بناءه على قاعدة الفلانية، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ما يستثنى من الغرر فتبيحه الشريعة وما أشبه ذلك، ثم يذكر يقرأ جملة من الصور ولا يعلق عليها بشيء، لأن هذه بمثابة التدريب للطالب على تلك القاعدة. لما أقول مثلا على سبيل المثال الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، هذه قاعدة. ولما أقول لكم الجو جميل، الحضور كثير وما إلى ذلك من هذه النماذج وتطبيقات، وأبدأ أقول لكم هذا مبتدأ وهذا خبر، هذا تطبيق. فلو أنك خرجت إلى بيتك وقالت لك والدتك الطعام جاهز، تحتاج أنك تذهب لأحد يبين لك المبتدأ والخبر؟ لا، ستعرف ذلك بنفسك لأنك اكتسبت القاعدة، فتستطيع أن تنزلها على أي جملة تأتيك لأنك عندك القاعدة وقد تدربت عليها. ولهذا الذين يدرسون اللغة العربية من المهم أن يعتنوا بالتدريب، تدريب على تطبيق القواعد، حتى يتمكن الطالب من ترجمة تلك القواعد النظرية إلى واقع يلمسه الطالب ويستطيع أن يتعامل معه. ولهذا كان شيخنا علي الزامل رحمه الله في الألفية نقرأ عليه ما يتيسر من الأبيات في الألفية ويشرحها، وإذا انتهى الدرس ماذا يصنع؟ يبدأ بإعراب. إعراب إيش؟ إعراب القرآن. يقول يلا فلان
من سورة الإسراء، اقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان ما إعرابها؟ وهلما جر إلى أن تستكمل آية، وبهذا يتقن الطالب مسألة التطبيق ويكون عنده ترجمة لتلك القواعد، لأن القواعد قوالب إذا لم تفعل وتطبق لا تفيد طالب العلم. وكذلك في سائر أبواب العلم، أنا أضرب لكم أمثلة حتى لا يفهم أنه لما نتكلم عن أصول أو قواعد أو ضوابط أن هذا ينحصر في باب محدد، بل في أبواب العلم كلها. والإشكالية عند كثير من طلبة العلم أنهم لا يعتنون بالقواعد. أضرب لكم مثل وأجعله آخر مثال أذكره في هذا الموضوع، في التوحيد. كثير من طلبة العلم يقرؤون كتاب التوحيد، ويقرؤون تيسير العزيز الحميد، ويقرؤون جملة من كتب العلم في التوحيد، لكن لو تأتي وتسأله مثلا: ما حكم لبس أسورة لمعالجة الروماتيزم؟ يروح يفتش في كتاب التوحيد، قد لا يجد هذا مكتوبا، لأنه لبس الأسورة للروماتيزم ما يجدها. لكن لما يكون عنده قاعدة في باب من لبس من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، ويعرف تفاصيل هذا الباب بهذه القاعدة وما يندرج تحت الممنوع من غير الممنوع، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وما الذي وهل ما أثبتته الشريعة أو ما أثبته الحس والتجربة، وما أثر التجربة فيما يثبت وما لا يثبت، كل هذه قواعد وكل هذه ضوابط. طالب العلم إذا لم يعتني بها لن يتمكن من الجواب عن حوادث كثيرة ومستجدات عديدة حصلت في حياة الناس. إذن خلاصة كلامنا يا إخواني أنه لا يمكن أن يحقق الطالب إتقانا للعلم ولا استفادة في العلم ورسوخ من غير العناية بالقواعد، كما أنه لا يمكن أن يجيب على ما يجد من النوازل، ولا يمكن أيضا أن يفهم كثيرا من كلام العلماء في كثير من المسائل إذا لم يتقن القواعد التي تبنى عليها الأبواب. طيب، درسنا إن شاء الله تعالى سيكون في أصول المعاملات. أصول عرفنا أن أصل بأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذا المعنى هو المعنى المقصود بهذه الترجمة أو بهذا العنوان. والأصول في هذا المقام هي بمعنى الضوابط، بمعنى القواعد. الأمر في هذا متقارب، وإن كان في التحرير والتدقيق بينها فروق، يعني هذه كلمات أصل وقاعدة وضابط تشترك في معنى عام، وتنفرد كل واحد منها بمعنى يخصه، لكن نحن الآن نقول الأصل هو القاعدة، الأصل هو الضابط. يعني لو سمينا هذا الدرس أصول المعاملات، قواعد المعاملات، ضوابط المعاملات، ما عندنا مشكلة. المقصود ما هي المعاني الجامعة التي يبنى عليها باب المعاملات، هذا مقصودنا بأصول المعاملات، المعاني الجامعة والقواعد الكلية والضوابط العامة التي يبنى عليها باب المعاملات. عرفنا المقصود بهذا العنوان. طيب، النقطة الثانية، عندنا في العنوان المعاملات، فما المقصود بالمعاملات؟ المعاملات جمع معاملة، وهي في اللغة من حيث البناء الصرفي مفاعلة، تقتضي أن يكون الشيء غالبا بين طرفين، فالمفاعلة تكون بين اثنين، قد تكون من طرف واحد لكن هي في الغالب تطلق على ما كان دائرا بين طرفين، وقد تطلق في اللغة على ما كان من طرف واحد. مثال ذلك قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا ليس هناك ما يقوم أمام دفع الله جل وعلا وقوته وعزته، لكن جرى أنه في الغالب تكون بين الطرفين، وأما هنا فالله تعالى يمضي ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه،
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، المعاملات جميع العلماء نقول بالاتفاق تطلق على ما يقابل العبادات، هذا محل اتفاق بين أهل الفقه والعلم، أن كلمة المعاملات، مصطلح المعاملات يطلق في مقابل العبادات، ولذلك يقسمون الفقه والأحكام العملية إلى قسمين، إلى عبادات وإلى معاملات. مرادهم بالعبادات ما يضبط به العبد صلته بالله، هذا مقصودهم بالعبادات، هذا المعنى الجامع للعبادات، ما يضبط به العبد صلته بالله. وأما المعاملات فهي ما يضبط به العبد صلته بالخلق، هذا المعنى الجامع متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في هذا المعنى، لكنهم يختلفون في تفاصيل ما يندرج تحت المعاملات، يختلفون في إيش؟ في تفاصيل ما يندرج تحت المعاملات. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تكونت عندهم في الجملة مدرستان فيما يتصل بالمعاملات، يعني في المعنى أو ما يندرج تحت المعاملات. نحن ذكرنا قبل قليل أنهم متفقون عليه يا إخواني شباب، أن المعاملات في مقابل العبادات، وأنها ما يضبط به الإنسان صلته بالخلق، هذا محل اتفاق. في ماذا يختلفون؟ في تفاصيل ما يندرج تحت المعاملات. فجمهور العلماء، وهذا المذهب الأول، يرون أن المعاملات المالية، أن المعاملات هي المعاملات المالية وما يتصل بها، المعاملات المالية وما يتصل بها كالبيع والسلم والإجارة والشركة والرهن والضمان والكفالة والوكالة ونحو ذلك. هذا المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. المسلك الثاني اختص به جماعة من الحنفي، هو مذهب الحنفي وجماعة من المالكية، حيث جعلوا المعاملات تشمل كل ما كان محققا لمصلحة الإنسان مع غيره، وبهذا يتسع المجال أكثر، فيدخل في ذلك ما كان من المعاوضات وما كان من غير المعاوضات، وهذا هو الفارق بين المذهبين في تعريف ما يندرج تحت المعاملات. الفارق أن القسم الأول أو المذهب الأول رأوا أن المعاملات محصورة في المعاوضات المالية، وأما الفريق الثاني وهو مذهب الحنفية وقول جماعة من المالكية، أن المعاملات إيش؟ تشمل المعاوضات وغير المعاوضات، فكل ما يتعلق بمصلحة الإنسان مع غيره فهو مندرج تحت باب المعاملات، فالأوقاف والصدقات والوصايا والنفقات والمناكحات والخصومات والأمانات، كل هذا مما يندرج تحت المعاملات. نحن في هذه القراءة وفي هذا الدرس نسير على ما سار عليه الجمهور، من أن المعاملات التي نبحث في أصولها هي المعاملات المالية، المعاملات المتصلة بالمعاوضات، وأما ما عدا هذا فذاك باب واسع يتسع لا نتمكن من الاتيان عليه، وإنما جعلنا المعاملات محصورة فقط في المعاملات المالية والمعاوضات، لأنها مشتبهة مشتركة في الأصول التي تبنى عليها،
ولهذا تميز هذا النوع عن غيره من مما يمكن أن يدخل في المعاملات في المعنى العام كالمناكحات مثلا. إذن الراجح من هذين، أو نخرج عن مسألة الراجح الذي سنسير عليه فيما يتصل ببحث أصول المعاملات، هو أصول المعاملات المتعلقة بالمعاوضات المالية، المتعلقة بالمعاوضات المالية. طيب، هناك أصول عديدة يبنى عليها هذا الباب، لكن سنبتدئ بالأصل الأصيل والركن الوثيق والقاعدة التي هي مفزع لأهل العلم، كما ذكر ذلك جماعة ممن تكلموا عن هذه القاعدة، وهي قاعدة الأصل، وهي قاعدة الأصل في المعاملات. الأصل في المعاملات، ما هو الأصل في المعاملات؟ هذه القاعدة تكتسب أهميتها من كونها الأساس الذي يبنى عليه هذا الباب من حيث الحكم بالإباحة والتحريم، من حيث الحكم بالإباحة والتحريم. فالحكم بإباحة معاملة أو بتحريمها ينطلق وينبثق من هذه القاعدة، ولهذا نحتاج إلى أن نحرر هذه القاعدة وأن نعرف الأقوال فيها وما أدلتها، وما أدلة كل قول وما الراجح في ذلك. إذن لما نقول الأصل في المعاملات، يعني ما هو القاعدة، ما هي القاعدة وما هو الأساس الذي ننطلق منه في الحكم على أي معاملة ترد علينا. لما يجيك واحد يقول لك مثلا ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، ما هو الأصل الذي لابد أن تستصحبه عند ابتدائك للبحث في هذه المسألة؟ هو ما يتصل بالأصل في المعاملات. الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات للعلماء فيه قولان في الجملة، وهذان القولان قولان رئيسان. القول الأول أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، الأصل في المعاملات الإباحة والحل. ولما نقول الأصل في المعاملات الإباحة والحل، معنى هذا إنه أي معاملة تنطلق أصلاً في بحثها ونظرها من أنها معاملة مباحة أو ممنوعة، مباحة. لما يجيك واحد يقول أنا اشتريت سيارة من المعرض الفلاني بالصفة كيت وكيت وكيت، ما هو الأصل؟ هل تقول له لا حرام، أو تقول له ابتداءً المعاملة مباحة؟ ننظر في تفاصيل العقد، ننظر في طريقة إجرائه وشروطه وما إلى ذلك. الكلام ينطلق من أصل للعلماء فيه قولان. القول الأول هو أن الأصل في المعاملات الحل، والقول الثاني أن الأصل في المعاملات المنع والتحريم. هذان قولان متقابلان، الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والقول الثاني الأصل في المعاملات التحريم والمنع. هذان القولان بتحليل النظر فيهما هما في الحقيقة منبثقان عن مسألة أوسع، وهي مسألة الأصل في الأشياء. هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء الحرمة؟ وهذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: قول بالحل، وقول بالحرمة، الأصل في الأشياء الحل والأصل في الأشياء الحرمة، والقول الثالث التوقف. هكذا قال بعض العلماء، وعندي أن التوقف ليس بقول، لأن التوقف لا واقف، لا يمكن أن ينسب له قول، والوقف ليس قول. وهذه مسألة خلافية عند الأصوليين، هل الوقف أو التوقف يعد قولا أو لا يعد قولا؟ على كل هم يعدونها ثلاثة أقوال، ولكن في مسألتنا في باب الأصل المعاملات ما هو واضح القول بالوقف، ما نسب إلى أحد أنه توقف. ولهذا الذي يذكر في المسألة الأصل في المعاملات أن فيها ثلاثة أقوال، إنما ينقل هذا عن اختلافهم في إيش؟
في الأصل في الأشياء، فينزل الخلاف الذي في أصل المسألة على هذه المسألة. ولكن هذا التنزيل بالنظر إلى أقوال العلماء وما وجد منها، ليس هناك قول، ليس هناك قول بالوقف فيما وقفت عليه. طيب، الآن عرفنا أن الأصل في المعاملات، يعني لو واحد منكم يبحث في الأصل في المعاملات، من أين يبحث فيها؟ يبحث فيها تحت قاعدة الأصل في الأشياء، فحيثما وجد حديثا عن الأصل في الأشياء فسيستفيد ما يتصل بالأصل في المعاملات. ولكن نحن ذكرنا الآن أن الأصل في المعاملات كم فيها من قول؟ ها؟ فيها قولان، القول بالإباحة والحل والقول بالمنع والتحريم. من القائل بالإباحة والحل؟ جمهور العلماء، هو مذهب، هو مذهب أكثر الحنفية، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة. إذن هو قول أكثر الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقد قال ابن عبد البر وقال ابن رجب رحمه الله وحكي الإجماع عليه، يعني من أهل العلم من حكى الإجماع على أن الأصل في المعاملات الحل، لكن هذه الحكاية غير مضبوطة لوجود الخلاف. إذن عرفنا الآن من القائل بهذا القول. طيب، ليش نعرف من القائل؟ هل معرفة القائل بالقول له تأثير؟ نعم له تأثير. معرفة القائل للقول سواء في هذه المسألة أو في غيره يعطيك وزن هذا القول، وزن هذا القول. لما يجيك قول ويكون هذا القول هو قول جماهير العلماء يكتسب وزنا قويا. لكن هذا لا يعني أنه تستسلم ويكون القول قول الجمهور هو الصواب في كل المسائل. قد يكون القول الصائب في مسألة من المسائل على خلاف قول الجمهور، لكن تعرف يعني من خلال حكاية القول وهو أنه قول الجمهور أو قول كذا وكذا وزن القول. ولكن هذا وهذا يفيد أيضا، أولا يفيد معرفة وزن القول، ثانيا يفيد عند عدم إمكانية الترجيح بالنظر إلى الأدلة. لما تنظر إلى الأدلة وترى أن الأدلة ما هي واضحة في الترجيح لأحد القولين، عند ذلك مما يستأنس به في الترجيح، وهو أحد الوسائل التي يستأنس بها في ترجيح الأقوال عند عدم إمكانية الترجيح من خلال النظر في الأدلة أو عدم قدرة النظر في الأدلة، لأن الناظر لا يستطيع أن يميز الأدلة كما هو حول العامة، عند ذلك كونه يذهب إلى قول الجمهور هذا أقرب إلى الصواب، لأنه الصواب مع الجماعة أغلب يعني منه مع القلة. طيب، القول الثاني من قال به؟ القول الثاني قال به الظاهرية، ومذهب ابن حزم الظاهري على وجه الخصوص، ونسب إلى الظاهرية. وقال به الأبهري من المالكية، قال به الأبهري من المالكية. هذا بالنسبة للقول الثاني، وهو القول بأن الأصل في المعاملات الحل التحريم والمنع. طيب، على هذا القول كل معاملة تسأل عنها فتنطلق في الحكم عليها من إيش؟ من التحريم. لو قيل لك ما حكم استعمال هذا؟ طبعا هذا في غير المعاملات. ما حكم بيع هذا الميكروفون؟ التحريم، الأصل التحريم حتى تبحث عن دليل الحل. كما أنه ما تفعل عبادة من العبادات إلا بدليل، فكذلك لا تجري عبادة من العبادات إلا بدليل. هذان القولان في هذه المسألة، وقد استدل كل فريق بأدلة. نحن لن نأتي على الأدلة تفصيلا لأن هذا مما يطول ويمضي علينا وقتا كثيرا في ما قد نحتاج الوقت فيه، لكن نذكر مجمل ما استدلوا به أو أبرز ما استدل به كل فريق من الفريقين. الذين قالوا بالإباحة وهم الجمهور استدلوا بالآيات الآمرة بالوفاء بالعقود، استدلوا بالآيات الآمرة بالوفاء بالعقود. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل كل ما تعاقد
عليه الناس أو كل ما جرى بين الناس من صور التعاقد. فلذلك يجب الالتزام بالعقود إلا ما دل الدليل على تحريمه. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الأصل في العقود الحل، لأن الله أمر الناس بالتزام العقود ولا يخرجون عن هذا الالتزام إلا فيما كان مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله. هذا ما استدل به القائلون، هذا يعني أول ما استدل به القائلون بأن الأصل في المعاملة الحل. أيضا استدلوا بأن المحرمات محصورة محدودة، أن الله تعالى حصر المحرمات وحدها بحد، وأما المباحات فلم يأتي فيها حصر وعد، إنما جاء فيها ذكر مجمل. قال الله تعالى على سبيل المثال في ما جاء فيه الحصر: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يقول الله تعالى: قل تعالى ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهناك تلاوة وذكر لما حرمه الله تعالى وإخبار. وأيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هذه نماذج للحصر في المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، ثم قال: والمحصنات من النساء وما ملكت أيمانكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فانظر إلى التحريم حيث جاء معدودا، والحل بعد ذلك جاء مطلقا. هذا في القرآن. وفي السنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: ما يلبس المحرم؟ فماذا قال له؟ عد له ما يلبس؟ قال: لا. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إذن حد النبي صلى الله عليه وسلم الممنوعات، وأما المباحات فتركها على إطلاقها. هذا هو الدليل الثاني من الأدلة استدل بها القائلون بأن الأصل في المعاملات الحل. الدليل في الجملة ما هو؟ أن المحرمات في الشريعة محصورة محدودة بخلاف المباحات. فدل هذا على أن الأصل في الأشياء وفي المعاملات الحل. استدلوا أيضا، وهذا ثالث الأدلة، بقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه في قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، ثم قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونقول يا إخواني، نحن كثيرا ما نقرأ الأدلة ونسمعها، لكن لو استوقفنا، لو أن أحدا استوقفنا وقال: يا أخي فين الدليل؟ كيف استدلت بهذه الآية؟ وهما يعرف في كلام العلماء بإيش؟ بوجه الدلالة. وجه الدلالة قد لا يجيب. أنا أسألكم الآن، ذكرنا هذه الآية وقلنا من أدلة جواز المعاملات وأن الأصل في المعاملة الحل والإباحة قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كيف دلت هذه الآية على أن الأصل في المعاملات الحل؟ وأنا أقول هذا ضعه أمام عينيك في كل مسألة يذكر فيها دليل. سل نفسك أو سل من يتكلم معك أو من يستدل بآية على شيء معين، وين الدلالة؟ وهنا الفقه يا أخوان، هنا يكتسب الفقه. ليس الفقه في أن تحفظ في أدلة المسألة من مسألة عشرة أدلة، ولو استوقفك أحد وقال لك: أين الدليل؟ أين الدليل في الآية؟ كيف استدلت بالآية؟ سكت، تقول: هكذا قال العلماء. هكذا قال العلماء على العين وفوق الرأس، لكن العلماء لم يقولوا ذلك عبثا ومن وبلا 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 مستند. قالوه بناء على نظر وتأمل، وهذا الذي كنا نتكلم عنه في أول حديثنا، وهو مسألة التفقه. الفقه إدراك المعاني في النصوص لنستفيد منها في الأحكام. إذن هذه الآية قال الله تعالى: لن تكون تجارة عن تراض منكم. أين وجه الدلالة فيها؟ أن الله تعالى منع أكل المال بالباطل
بين الناس، وباح التجارة وشرط فيها شرطا واحدا وهو التراضي، فكل ما تراضى عليه الناس من المعاملات فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، لكن لابد أن نكمل ما لم يأتي دليل يمنع. فلو تراضى الناس على الربا نقول لا، رضاكم هنا غير معتبر لأنه ممنوع شرعا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإذا وجه الدلالة في الآية أن الله تعالى لم يشترط في المعاملات شيئا سوى الرضا، وهذا من الأدلة الواضحة البينة. أيضا مما استدل به العلماء رحمهم الله أن الله تعالى، وهذا يرجع للدليل السابق قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إنه المحرمات مفصلة، هذا يرجع لما تقدم في الدليل الثالث. أيضا من الدليل إحنا ذكرنا الآن كم دليل، هذا الرابع قد فصلكم ما حرم عليكم، قلنا هذا يرجع إلى الدليل الثاني في الحقيقة ليس دليلا مستقلا. الدليل الثالث قول الله تعالى وأحل الله البيع، الألف واللام هنا للاستغراق، والبيع هنا يشمل بيع الأعيان وبيع المنافع، يشمل بيع الأعيان ويشمل بيع المنافع، وهذه من أوسع الأدلة الدالة على جواز المعاملات، أن الله حل البيع، والبيع هنا يشمل كل ما يكون من المبايعات بين الناس والمعاوضات استنادا إلى هذه الآية. هذا مجمل ما استدل به هؤلاء فيما يتصل بإيش؟ بالقرآن. أما السنة فقد استدلوا بجملة من الأدلة بعضها يرجع إلى ما تقدم من حيث المعنى، من ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، ثم قال وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن الشريعة قد جاءت مبينة موضحة، أشياء مفروضة وأشياء محدودة وأشياء منهي عن انتهاكها، ثم هناك أشياء مسكوت عنها، هذه المسكوت عنها هي عفو، يعني لا ليس فيها حكم بمنع، هذا معنى العفو. واختلف الأصوليون هل توصف بأنها مباحة أو لا توصف بأنها مباحة، ما لنا دخل في هذا البحث لأن النتيجة واحدة، قلنا العفو هو المباح أو العفو هو شيء زائد على المباح، فتكون الأشياء المذكورة في الشريعة محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح ومسكوت عنه، أو قلنا أنه المسكوت عنه هو المباح. المقصود النهاية أن المسكوت عنه هو المباح ليس حكمه حكم الأمور الأربعة المذكورة، فلا يعني يؤثر هذا الخلاف من حيث نتيجته ومنتهى. هذا مما استدل به العلماء على أن الأصل في المعاملات الحل، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء إلى ثلاثة أشياء، أشياء أحلها الله تعالى، وأشياء حرمها الله تعالى، وأشياء سكت عنها، ووصف ما سكت عنه بأنه عفو. الدليل الثاني من الأدلة على أن الأصل في المعاملات الحل ما في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يدل على أن الأصل في الأشياء التحريم ولا الحل. الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم المسلمين جرما في المسلم من سئل عن شيء لم يحرم، يعني فكان الأصل فيه عدم التحريم فحرم من أجل مسألته، فدل هذا على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. هذا
أيضا مما استدل به القائلون بأن الأصل في الأشياء الإباحة، استدلوا أيضا بجملة من الأدلة النظرية، وسميها بعضهم الأدلة العقلية، وبعضهم يسميها التعليلات، وهذه الأسماء كلها تصب في معنى واحد، وهو أن هذه أدلة مستندها النظر والفكر والعقل. يقول رحمه الله في هذه الأدلة، أو يقول العلماء رحمه الله في هذه الأدلة، الأصل في العادات والتصرفات العادية أنها جارية على الإباحة، إذ لو كان ذلك محرما لما وسع ذلك كتاب. تصور أنه لو جاء الكتاب الكريم أو السنة المطهرة مبينة لكل ما يمكن أن يقع من المعاملات، هل تستوعبه أذهان الناس؟ يعني لو جاءت أحكام حوادث السيارات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس لا يعرفون إلا الإبل، هل سيتصورون هذا؟ ما يتصورونه، ويكون من خطابهم بما هو فتنة لهم. وهذا قد يعني يكون بالنسبة لنا يعني أمر واضح وين الفتنة فيه، لكن لو ترجع إلى أو القوم الذين يعني كانوا قبلنا بقليل، يعني إلى 70 سنة مضت في بعض البلدان ما كان في سيارات، وكان الذي يتحدث عن السيارة أو الطيارة يعني يشك في عقله، هل هو صاحي ولا مو بصاحي، هل هو مجنون أو عاقل. وأنا لا أتحدث هذا على وجه الدعابة، بل هذا هو الواقع، وشهدنا ناس نقلوا لنا أن فلانا من الناس جاء إلى بلدة من البلدان وحكى لهم عن الطائرة، وجلس في مجلس وقال فيه صندوق يركبون فيها الناس ويمشي شوي ثم يطير ويوديهم المكان بعيد ينزلون. تحدث يعني في مجلس لأصحابه، فذهب بعض من سمع هذا الحديث إلى أمير البلد وقالوا فلان فتن الناس وحدثهم بشيء ما يعقلونه، فاستدعاه الأمير قال شف كلم الناس عن هذه الأمور نسجنك، بمعنى أنه يعني حدثه أنا أسوق هذا ليس ل300 سنة مضت، هذا لأقل من 100 سنة، 80 سنة 70 سنة مضت في بعض الجهات، هذا حال الناس في فيما يدركون ويعقلون من هذه المحدثات. فلو أن تصور أن الشريعة جاءت ببيان أحكام الاستنساخ، أحكام تحديد جنس الجنين، أحكام إجراء العمليات الطبية، التجميل، أشياء كثيرة لا يمكن أن تأتي بها شريعة. فشريعة أحكم الحاكمين لا تأتي بالتفاصيل الجزئية التي تختلف باختلاف العصر والمصر والمكان والزمان، إنما تأتي بكليات يستفيد منها الناس في كل الدنيا على اختلاف أعرافهم، على اختلاف أزمنتهم، على اختلاف أماكنهم. ولهذا قالوا إنه العقل يدل على أنه الشريعة جاءت بأن الأصل معاملة الحل، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بدليل على كل معاملة، لأن القول الثاني مقتضى أنه تبحث عن دليل لكل مسألة بعينها. هل هناك دليل على جواز إباحة بيع الميكروفون؟ هل هناك دليل على جواز يعني بيع المنديل؟ وهل المجر؟ وهذا مما لم تأتي به الشريعة. هذا ما يتصل يعني ما ذكره القائلون بالحل من أدلة.